ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية دكتور إيمان، تؤسس القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بداية مهمة استثنائية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، ما هي العوامل لنجاح هذه الشراكة ومحاورها من وجهة نظرك؟ مساء الخير. في البداية يمكن بشكل عام القمة الصينية العربية هي قمة استثنائية بكافة المقاييس، قمة استثنائية على مستوى السياسة الخارجية الصينية، ورغبة أو إعادة التموضع مرة أخرى وإعادة بناء وإعادة تقييم السياسة والتحركات الصينية في الخارج نحو التوجه للأقاليم الفرعية واختيار منطقة الشرق الأوسط كأحد أهم الأقاليم الفرعية لبناء شراكات ثنائية مع النظام الصيني، وده في حد ذاته تحول نوعي في السياسة الخارجية الصينية. كذلك تحول نوعي واستثنائي في السياسة الخارجية العربية، وده بالنظر للتغير في حالة العالم العربي ككل، حالة الشراكات أو بناء التكامل الاقتصادي وبناء التكامل العربي، الخريطة، إعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأهداف والأولويات، كل تلك الأمور بتفرض استثنائيتها ده على المستوى الثنائي البيني ما بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط. يمكن كذلك نقطة أخرى تتعلق بمدى استثنائية أو عمق ونوعية القمة القائمة، خاصة وأنها بتمر في ظرف استثنائي. جملة من التفاعلات السياسية بتضرب ليس فقط العالم ولكن بالنظام الدولي ككل. نعي فقط الحرب الأوكرانية الروسية القائمة، لكن كذلك تداعياتها التي تشتمل على كافة الأقاليم الفرعية، الشرق الأوسط، منطقة آسيا، الكيانات الأوروبية، أفريقيا، دول الأمريكتين وما إلى ذلك، تداعيات لا زالت قائمة. كذلك التداعيات والتهديدات الغير تقليدية، يعني لا زلنا حتى وقتنا هذا نتعافى من التداعيات والانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، فكرة الأوبئة وتفاقمها، كل تلك الأمور بتفرض ظروف استثنائية وظروف نوعية على القمة القائمة في الوقت الحالي. نعم دكتور إيمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أكد في كلمته أن آفاق التعاون بين الدول العربية والصين لا تقتصر فقط عند الشق الاقتصادي. برأيك كيف ترين هذا الحديث، وما هي الآفاق الأخرى التي تتطلع إليها الدول العربية والصين إلى الشراكة والتعاون فيما بينهم؟ طبعا يعني بخلاف الشراكات الاقتصادية، ونعول على هذا الأمر مبادرة الحزام والطريق، يمكن سيادة الرئيس بيعي في كلماته الشق السياسي والشق الأمني في منظوره السياسي، خاصة أن الشرق الأوسط عامة بيحظى بالعديد من الدول تحظى بحالة من الاضطراب السياسي وحالة من الاضطراب الأمني، يتطلب ذلك موازنة مصالح من جانب قوة الصين لمعادلة التدخلات السياسية القائمة في العديد من ملفات التسوية السياسية في منطقة الشرق الأوسط. العديد من الدول حاليا بتمر بمرحلة معادلات سياسية مختلفة تتدخل فيها ما بين القوى الوطنية للدول المضطربة سياسيا مثل سوريا، ليبيا، العراق، اليمن، كل تلك الدول تتداخل الأطراف الوطنية الأطراف المحلية مع العديد من القوى الدولية، وبيتطلب ذلك وجود قوة أخرى تحدث نوع من التوازنات، إحداث نوع من التوازنات المرنة لتمرير عمليات التسوية السياسية. شكرا جزيلا دكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية على هذه المكالمة.